في فرنسا، وتعالى نرجع لأم العلاوة اللي البرلمان مش عاوز يقرها دي، واللي عاملة مشاكل كتيرة، مشاكل كتيرة لدرجة إن النائب المحترم الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب بيطالب بإقالة الحكومة علشان 10% لم يتم إقرارها، وعلشان حاجة اسمها المادة الخامسة. خلونا نعرف تفاصيل من الدكتور سمير غطاس. مساء الفل دكتور سمير. مساء الخير يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الاول ايه تفاصيل العلاوه؟ هل جرى اقرارها حتى الان ام لم يتم؟ وايه قصه الماده الخامسه قبل ما نذهب الى اقاله الحكومه؟ اولا هذه العلاوه هي حق للموظفين الغير مشمولين بقانون الخدمه المدنيه، وهي اقل ما يجب تقديمه للموظفين للتعامل مع حالة الغلاء والتضخم الهائلة التي يمر بها المجتمع المصري كله. أود أن أذكر الحكومة والسادة المشاهدين بأنه لأول مرة في تاريخ مصر يصل التضخم، يتجاوز التضخم نسبة 34%، وهو ما يعني أنه الجنيه المصري يفقد حوالي 35% من قيمته الشرائية، إلى جانب الارتفاع الهائل في الأسعار. أقل ما يمكن تقديمه للمواطنين في هذه المرحلة. إذا كانت الحكومة واعية عاجزة عن خفض التضخم والتحكم في الأسعار، أقل ما يمكن تقديمه للمواطنين هي حصولهم على علاوة تمكنهم من تلبية أعباء معيشتهم الحياتية واليومية. نعم. سبق أن طالبنا في المجلس بمثل هذه العلاوة، وقبلها طالبنا برفع المعاشات، لأن أصحاب المعاشات هم المظلومون والمعذبون في الأرض. نعم. ووافقت الحكومة في جلسة سابقة في الدورة الأولى على زيادة المعاشات ل 20%، ثم تراجعت إلى 15%، وعندما صوتنا، وهذا تكرار لما حدث في الأيام القليلة الماضية، عندما صوتنا على بالموافقة على 15%، تراجعت الحكومة في اللحظة الأخيرة بالتواطؤ مع رئاسة المجلس والمجلس وخفضتها إلى 10%. الآن طالب البرلمان والأعضاء بإلغاء المادة الخامسة من هذا القانون، والتي تسمح بإعطاء الموظفين غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية علاوة ب10%. تهربت الحكومة مرة ثم مرة ثم مرة، ثم جرى تصويت في جلسة قبل عدة أيام بوجود وزير المالية ووزير ما يسمى بشؤون البرلمان، وأعلن السيد علي عبد العال رئيس المجلس موافقة المجلس على إلغاء المادة الخامسة. وفجأة تصدى السيد وزير المالية وطالب بعدم التصويت، عدم إقرار هذا التصويت، لأنه الحكومة قدمت الموازنة، وأن هذا الأمر سيكلف الحكومة والموازنة 18 مليار جنيه، وطالب بإرجاء التصويت أو إعادة التصويت مرة أخرى. وفي إجراء غير مسبوق بعد التصويت والموافقة الكاملة من الأغلبية في البرلمان وإعلان موافقة الأغلبية، أعاد رئيس المجلس قال أنه الأمر يحتاج إلى تصويت جديد. والغريب أكثر في الأمر أن السيد ما يسمى برئيس أو وزير الشؤون البرلمانية هدد البرلمان بسحب القانون أساسا من البرلمان وإعادته مرة أخرى للحكومة، وكأنه يتعامل مع أقل من حتى تلاميذ في مدرسة. هذا أمر مشين ولا يمكن السماح به والقبول به، أن يهدد وزيرا في الحكومة البرلمان الذي هو أساس وجود هذا الوزير وغيره من الوزراء، باعتبار أن البرلمان هو سلطة التشريع والرقابة على الحكومة كلها، من أول رئيس الوزراء بما فيها وزير الشؤون ما يسمى بوزير الشؤون البرلمانية وغيره من الوزراء. الأمر خطير، لأنه ملايين الموظفين في حاجة ماسة إلى مثل هذه العلاوة لتعينهم بالكاد على تحمل أعباء حياتهم. كان صعب إن 10% يبقوا 20%، صح؟ ما قدرتوش تضغطوا على الحكومة. طبعا طبعا ده هذا الحد الأدنى، نحن نطالب على الأقل بالحد الأدنى الذي تواجه به الملايين أعباء معيشة طاحنة. على أي أساس طلبت بإقالة الحكومة؟ لماذا طلبت بإقالة أنا الحكومة؟ من اليوم الأول يا أستاذ محمد، معروف لدى الجميع أنني طلبت بإقالة الحكومة منذ اليوم الأول للأسباب التالية. هذه الحكومة عندما بدأت يعني ولايتها كان الحجم الدين الداخلي 1.6 تريليون جنيه مصري. الآن في خلال سنتين وصل حجم الدين الداخلي
إلى 3.4 تريليون جنيه مصري. الضعف. كان حجم الدين الأضعاف، مش ضعف واحد، من واحد إلى 3.4، من 1.6 إلى 3.4. كان الدين الخارجي 55 مليار فقط. الدين الخارجي الآن يتجاوز 70 مليار دولار. نحن ندفع، كنا ندفع 31% من الموازنة لخدمة فائدة الدين. هذه الحكومة حكومة جباية من المواطنين، حكومة اقتراض من البنك الدولي دون حساب، أغرقت مصر في أكبر مديونية في تاريخها. هذه الحكومة هي اللي خلقت كل المآسي التي نعيش فيها، أفقدت المواطنين كرامتهم، لا يستطيعوا أن يعيشوا. طب سيادة النائب، هل تعتقد أن مطالبتك بإقالة الحكومة ستلقى صدى، ولا أنت بس بتسجل موقف نيابي محترم؟ لا، أنا لا أسجل مواقف، لكنني أناشد ضمير النواب الذين قدموا أكثر من مرة في أحاديث جانبية. لكن للأسف أحيانا تتم ضغوطات على الأغلبية الرقمية في البرلمان، فيتم التراجع حتى عن تقديم، تصور أننا قدمنا يعني عدد غير قليل من النواب قدموا استجوابات لوزراء ورفضت الاستجواب، لأنه الاستجواب هو مقدمة لسحب الثقة من أي وزير يتم استجوابه لاحقا. حتى الآن لم يتم قبول أي استجواب، ولم يتمكن البرلمان من سحب الثقة من أي وزير، رغم أن وزراء كثيرين كان البرلمان يطالب، المجلس النيابي يعني يطالب بإقالتهم وسحب الثقة منهم. لا بد من وقفة من المجتمع كله، وأنا أشدت الرئيس أن يرفع يده عن هذه الحكومة التي تأخذ من رصيده، والتي تسيء إليه، والتي تدخل مصر كلها في أزمات لا مبرر لها، والتي تعصف بالطبقة الوسطى. أنا بشكرك سيادة النائب سمير رضوان، موضحا لفكرة قانون سمير غطاس لفكرة 10% تم إقرارها بصعوبة، لن تطبق على جميع العاملين. النواب كانوا عايزين يبقوا 15-20%، الحكومة رفضت، قالت هجيب منين. وبعد النواب، خلي بالك، مجلس الشعب، مجلس النواب صوت على العلاوة وأقر، جاء وزير قال لا، الكلام ده ما ينفعش، التصويت ده ما يمشيش معايا، ارجعوا تاني وصوتوا تاني. يعني هاتوا القرار اللي أنا عايزه مش اللي أنتوا عايزينه.